الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. مرحبا بكم في قناة طبخ وتنظيم جاليري شادية. اليوم الحلقة رقم 4 يوميات الرحيل، الحلقة رقم 3 عفوا. اليوم الحلقة استوحيتها من كومنتير، هو نتصور نقد ونقد لذا. أخت من أخوات قالت لي يزيكم من استعراض شنو شريت شنو استعراض. والله أنا صدقي نستعرض، أنا نستعرض في برشا حاجات اللي يحب يفهمها يفهمها بطريقة تفكير. وهو دونك اليوم يوم استعراضي آخر، باش تكون حلقتنا كلها استعراض شنو قاعدة نعمل في يوميات الرحيل هذايا. دونك البنات اللي متابعيني من قبل يعرفوا اللي أنا إنسانة واقعية وإنسانة نبين الواقع، كيف سواء عايشة في الغربة ولا في بلادي. مانيش راني هكيكا جايه نعمل في دي فيديو ولا قناه هكيكا، عندي عباد راه فيها كل يوم قدامي في وجهي تبع فيا في القناه، وماهوش ولدي في عمري باش نجي نقول نامبورت كوا. دونك اليوم يوم استعراضي بامتياز، خاطر انا ديما نستعرض نعم الله عليا، وثانيا ديما نستعرض للبنيات اللي جيو للغربه باش توصلوا باش تحققوا كل اللي بالكم فيه، اما بشويه بشويه. دونك هذه قناتي، قناة واقعية. الأخوات اللي سألوني على بيت النوم، راني أنا شريت بيت نوم عادية، أما البيت النوم اللي طالعة هذيك في الغلاف كي نعملوا المونتاج تطلع تصويرة، خاطر أنا ما عنديش وقت باش نبدلها ولا لا. أما بيت النوم شريت بيت نوم عادية كيما اللي عندكم الناس الكل، وتنقول لكم قداش وكيفاش وعادية جدا، من ونون الناس اللي عايشين في إيطاليا. عاملة سكونتو جكروا 30% بيتنو موين، معناها ما همش اكل الاكسترا، فرو انت تنجم تردها باهية. البيت هيك اللون نتاعها ياسر مزيان، كضربه في الشمس اللون العسلي البارد. دونك هذايا كيما هي هكا، انا نوريها لكم هكا. دونك راه دفناها، مازال كاين شويه دهن هكا هاو، اما الباقي كلها بتزيد صراحه الشمس وانتم تشوفوا في الدهن كل شيء. الدهن البيت هذي زادا نظفناها وعملناها نظفناها قاعدة نتخزو شو كنا ناكلو هنا وراجلي. دونك عملناها بيضة الكلها، خاطر تو باش نركبو الباريتيس اسمها بالعربي ربي الورق الحائط، باش نركبو ورق الحائط. دونك هيك مزلنا 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 لهنا، جبدنا الموبل نتاع الكوجينة كلها. دونك المشكلة لقيناها الكل بريسك في الموبل نتاع الكوجينة، اللي تعرفوا انتم ورا الكوجينة يبدا برشا وسخط برشا. تو بور المومون استعملت ثلاثة، واحدين جافيل ماركة باهية، دونك جبدناهم الكل، نحينا منهم الغبرة الكل، اللي ناقصة شوية دهن عاودنا دهناها. أما هما شوفوا معناها الموبل مفيه حتى شي مسخ الحقيقة، منكذبش عليكم. دونك نحيناهم الكل، احنا الموبل ريتوهم الكل، فريكناهم الكل الكل،
وكله الكريسي كله وعاودت دخلت ما عرفتوا هكا هذيك نتاع الفيسبوك تري تحط جافيل وتبدا تغسل حتى في اللوح هنا عملت هكاك دونك جافيل واللوح نتاع الماعون هكا هو يدي مشات دونك ونوريكم الكوجينه كيفاش قبل الكوجينه نوريكم الدهن الكري دونك خويتي يحب يشوفو زاد هو الكري ياسر اللون ياسر الطياره والحقيقة احنا هذه مدهنت هيشي نوراجلك هو عاونا فيها اخ مصري بو امير الله يرحم ويديك يا نجوى الله يفرحك مسكين تعد فيها معانا كل البيوت كل دهنها هنا هو راجلك كهو احنا قعدتنا كان الكوجينة والبانيو دونك الله يرحم ولدي والله يكثر منه الناس دونك هذايا الكلور دونك الكلور عملنا شيرة غري وشيرة بيضة دونك هذه بيضة كي تدخل هكايا تلقى بيضة وبعد تجي في وجهك الغري دونك كالعادة هذايا متاع الكوجينة الكل عملته بالجذاب ولا دي ترسيب متاع معون معناها جذاب من غير ما بحق يدي تحقت على الاخر صحة كل شيء لهنا زادة كيف كيف دونك لهنا قاعدين نعملوا فيها لهنا نوريكم لهنا هذا الكل طبعا معناه بالجفيل كل شيء ومعناه بالجفيل والوحنة تاع المعون وكل شوفوا كيفاش كلها نحيناهم وعملنا هذا جري خاطر هذا كان هيت دونك عملناه بالجري هذا في بلاصه لي زيليمون خاطر الجري هذا ما باري فيه برودوي باهي على اي حاجه دونك عملناه الكل هكا بالجري وفوق منه الابيض هذاك اللي ظهر من الكوجينه دونك هتوا نصفو فيه هذه كلها نصفو فيه هذه كلها دونك هذي عملناها كلها دونك باش نظفو الفايونس معناها ما سخ شوفو كيفاش اللون نتاعو بعد باش يظهر لكم على الاخر والقاعة كلها دونك توا باش نعملو الكوجينة ونركبو لي زيلومون وبعد باش نعمل لها فركة عربي ما تنصورها لكم قاعدة نصور فيها لخواتي خاطر هما اللي قالوا لي عملي هكاك رقم خمسة يمكن هذه اللي عملت منها جوس جفيل سيك مع خذوا حاجة باهية والدي ترسيب نتاع المعون دوك نحطهم لهنا ما غير ماء ما غير حتى شيء نحط بيه لهنا باش نستعرض لكم كيفاش نظفوها بالطريقة يكون أحسن طريقة ذي باش الماء يدخل لهنا دوك عملت جفيل ويليسونسيال نتاع لافاندا والبرودوي نتاع التنظيف نتاع زليز نتاع البارتير دونك هذيا لهنا تحطوها تحك شويه وبعد بالمصالحه هكا نحكوها وبعد بالركليت العربي والخيشه كيما نعملوا في تونس بكم بقولوا لي كيما في تونس لهنا ما نجموش معنيش نحطوا الماء دونك باش نوريكم بعد باش نجبدها كلها بعد بالباليت نتاع اللي نهزوا بها المسخ هذيك تحطها وتلمد الماء تحطه في سطل وتكبوا حاجه سهله انا ديما هذيا باش نعملها خاطر الاخر عندي بارتي واحد تركي ما نجمش هكا اما هذا حكايه هذه اكثر طريقه دونك ريتوني توا قاعده نستعرض لكم زيد دونك نعمل الفركه العربي هذيا ونعمل لكم تور كيفاش وصلت معناها نظفت البيت هذيا وحدي بالطرق هذوما شفتوا المطر المحلاها من هنا دونك
قاعده لا توا هنا توا باش نعدي الخيشه والركليت. شفتوها كيفاش خليتها شاحت شويه باش نعدي الخيشه والركليت. مازلنا مواصلين في تنظيف البيت. اما ها هي بريس كملت والرعد وليدي بوهم شي روح بحذاهم خاطر الرعد ومطر وين قعدت هوني نكمل. هذا استعراض ولا مش استعراض؟ استعراض. استعراض هذايا يقول لك اللي في الغربة عمرك ما تقول حاجة ما نجمهاش، عمرك ما تعملها حجة هكا بخيجيج اللي انت ما تنجمش تعيش ما تنجمش تعمل. نو في الغربة بعد 14 سنة تعلمت اللي تنجم تعمل كل شيء ما غير ما تقول هكا انا ما نجمش ولا خطرني وحدي ولا ما فماش سوليسيون ولا لا. شوية ساكريفيس شوية تعب بتجي كل شيء. توا 7:30 متاع الليل دونك هاو هذيا لون الصالة باش نوريكم بالقري كيفاش خليتها. انا كان هذي باش نرميوها وذاك الكرسي كنت قاعد عليه الكلوار. ها هو انا لهنا المصلحات نتاعنا والزبله دونك لهنا كرهت راجلي بدا يجيب في الحاجات شويه هيك كلها نظفتها كل ورها هو. اوكي لهنا هذيا لهنا فما ظليم هبطنا التباريلا دونك لهنا باش نوريكم كيفاش تبداو معناها تنظموا كيس. كحنا قلنا بيتنوم هذا بيجينا كان في سبتمبر كما قلت لكم في الفيديو الاخر خاطر ما يخدموش في اوت. دونك شنو قلت لهنا جبت الزرابي وباش نحط الزرابي ونحط عليهم الحوايج هكيك وبعد ان نزمنتي والخزانات. ها هي الدوش هذايا بتبانو نظفتها كل وبين سيو قبل فما تنظيفات اخرى. البيت هذي زادا كيف كيف زل حتى المطر تصب دخلنا السل الواحد. دونك هذي قلت لكم البيت هاي بيضة بيت بنت اختي تحب تشوف الالوان بالكدا دونك بيت النوم هذي ها هيك البيضة الاندودة. نعملو الكارت لهنا الكارت باريتي ورقة الحائط لهنا لوليدي والخزينة يمكن نحطها لهنا. دونك الاندوده نرجع لك بيت النوم قلت لي تحب لونها ها هو اللي عندك كيفاش اللون نتاعها هكا. دونك اليوم نخليكم لهنا ونقول لكم ان شاء الله ديما هكا واحد يستعرض برشا حاجات باش الناس يستفيدوا منهم. انا نتصوركم استفدتوا برشا اليوم معايا ونخليكم ونقول لكم راه ان شاء الله من غدويكا بدايه الرحيل. دونك يوميه الرحيل قريب يبدا الرحيل الفعلي ونشكركم لكلكم على التعليق المزينه والدعاء نتاعكم والاهتمام. سلامه نتلاقاو في حلقه اخرى.